وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، صدق الله العظيم. من المنطلق ده وزارة الأوقاف هتنظم المؤتمر الدولي 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي. المؤتمر ده بيشارك فيه وفود من أكثر من 40 دولة، وزراء ومفتيين من دول العربية والإسلامية والأجنبية أيضا. والسنة دي المؤتمر بينطلق من 9 محاور رئيسية بيرتكز في الأساس على مفهوم الدولة الوطنية من منظور إنساني ومكانة المرأة والتسامح الديني. خلونا نرحب بضيوفنا اللي مشرفينا في الفقرة دي في الاستوديو. دكتور أيمن أبو عمر، بنرحب بحضرتك وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وأيضا الشيخ محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة التشاد، أهلا بحضرتك. ومعنا أخيرا الشيخ عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، أهلا بحضراتكم، نوردنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك. يعني خلونا أبتدي من دكتور أبو عمر، عاوز أعرف من حضرتك يعني أهداف المؤتمر اللي بينطلق السنة دي وأهم المحاور اللي بيرتكز عليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بداية بشكر حضرتك أستاذ أحمد وأستاذ بسنت على الاستضافة الكريمة دي وإلقاء الضوء على هذا المحفل الدولي، المؤتمر رقم 32 لوزارة الأوقاف. وبشكر السادة الضيوف الكرام فضيلة الشيخ محمد خاطر وفضيلة الأستاذ عبد الصمد اليزيدي، وهم يعني ممثلي الوفود اللي قدمت لنا في هذا المؤتمر. وطبعا كل الشكر والتقدير بلسان وزارة الأوقاف وكل العاملين بوزارة الأوقاف لفخامة الرئيس على رعايته لهذا المؤتمر. الحقيقة رعاية سيادة الرئيس لهذا المؤتمر ادت دعم كبير لنا، لأن صحيح. يعني واجهة عظيمة و اهتمام كبير وبالغ من سيادة الرئيس بكل ما يعني ما يخص أمر الدعوة وتجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف. وده الحقيقة بيدينا في وزارة الأوقاف ولكل مؤسسات الدولة الدينية اللي بتلقى هذا الدعم، بيدينا قوة ودافع كبير على إن احنا نستمر في هذه المواجهة القوية. وبتؤكد أيضا اهتمام الدولة بفكرة المواطنة وكل ما له علاقة بالسلام بشكل عام. حقيقي حضرتك ذكرت عنوان المؤتمر عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي. احنا رسالتنا رسالة السلام، ودعوتنا دعوة السلام، والإسلام هو دين السلام. علشان تحقق السلام ده لابد في مقومات كثيرة، من أهم هذه المقومات الإيمان بالدولة الوطنية، الدولة القائمة على الحقوق والواجبات، الدولة التي لا تمييز فيها بين إنسان وآخر، لا تمييز فيها على أساس من العرق أو اللون أو الجنس أو الديانة. وهذا ما رسخ له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة، ويعني قام بعقد وثيقة المدينة بين جميع الأطياف المختلفة في المدينة، وكان الهدف من خلالها حماية الوطن، حماية المدينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين مع غيرهم أمة في ماذا؟ قوة ومكانة وكيان للدفاع عن أرض الوطن. إحنا ابتلينا في فترة من الفترات بخطاب ديني أحادي متشدد لا يعرف قيمة الوطن ولا ينظر إلى الوطن على أنه كيان يحمل الدين، لأن الإنسان بدون وطن لا يتمكن من أداء العبادة ولا يتمكن من أداء الطاعة ولا يأمن على المقاصد التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها. الشريعة جاءت للحفاظ على النفس وعلى العرض وعلى الدين وعلى المال وعلى العقل وعلى الوطن. طيب. إذا كان الإنسان بدون وطن لا يستطيع أن يحمي عرضه، ولا يستطيع أن يقيم العبادة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، ولا يستطيع إعمار الأرض. لأن إحنا هدف من أهداف خلق الإنسان قول الله سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. من أجل ذلك كان هذا الموضوع موضوع المواطنة. إحنا كنا بنتكلم أنا والأستاذ عبد الصمد قبل اللقاء بنتناقش في مصطلح المواطنة، يعني ترجمته بالألمانية برجشفت. بيقول لي إن المصطلح ده هناك ما يديش نفس السعة والمعاني. بس كنت عاوز أسأل حضرتك في ده، مفهوم المواطنة ثابت في جميع الدول؟ يعني هنا في فرق أهو، حضرتك بتقول عن مصر في ألمانيا هو ما بيديش نفس البعد. هو نفس السؤال اللي أنا سألته اللي أنت بتسأله حضرتك ده. قلت له يعني كلمة الوطن الإحساس بيها برة، يعني إحنا سافرنا أوروبا وشفنا، لكن اللي مقيم هناك إقامة بقاله سنين طويلة يقدر يكلمنا أكتر. فبقول له معنى المواطنة عندنا
زي ما حضرتك قلت المحاور اللي احنا بنتكلم فيها مش بس قصة المواطنة الناس تفهمها ان دين مختلف مع دين يعيشوا كويسين مع بعض، هي مش قصة كده. مفهوم المواطنة اوسع، مفهوم المواطنة ان انا كمواطن اكون اتمتع بكل الحقوق، اقوم بكل الواجبات اللي عليا بغض النظر بقى عن جنسي، حتى راجل او امرأة. من ضمن المحاور مكانة المرأة في الدولة الوطنية. احنا هنتكلم عن دور المرأة ومكانتها بالتفصيل فضيلة الشيخ. وكمان ألمانيا من الدول اللي يمكن حققت نموذج يحتذى به في الحقيقة في موضوع المواطنة، بالذات طبعا مع الضيوف من دول أخرى. لكن في الأول خلوني أرجع الأول لفضيلة الشيخ خاطر، بصبح لحضرتك وبرحب بيك في صباح الخير يا مصر. ويمكن من المحاور المهمة يعني في اللي هنناقشها المؤتمر هو التسامح الديني، فحابة أعرف من حضرتك إزاي نرسخ مفهوم التسامح في المجتمعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الفاعل، كما أشكر زملائي في هذا البرنامج، ضيوف البرنامج. حقيقة نحن في حاجة كبيرة جدا للتسامح في جميع الأمور، وخاصة الأمر الديني. الأمر الديني الشعوب كلها متدينة مهما كان، سواء كانت تتدين بالإسلام أو بغير الإسلام، فطبيعة الإنسان هو التدين، وهذا الدين هو أساسا ينبغي أن يكون رابط للإنسانية ككل، لأنه يتخاطب مع الإنسان كإنسان، ويتخاطب مع الكون كله كمخلوق لله سبحانه وتعالى. والإنسان وجد في هذا الكون لكي يكون رحمة للآخرين، ويكون رحمة للكون كله، وليس يكون هو مصدر شقاء للكون. وعليه ففي هذه الحالة نجد الدين هو كرابط بالنسبة للبشرية وبالنسبة للإنسانية وبالنسبة للكون كله، يكون رابطا، لأنه يعني يذهب المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لهذا الكون ليسير عليه، لكي يكون الكون كله منسجم، وهو يؤدي الواجب ويؤدي الرسالة التي ينبغي أن يكون عليها. فإذا هذه الحالة تجعل الأمر الدين هو لابد من أن يكون عامل وحدة وعامل توفيق. لكن للأسف طبعا هناك في فهم بالنسبة لنصوص الدين، في فهم يعني مغلوط، فربما يكون مغلوط بالفعل. ومن أجل ذلك صار الدين هو مصدر شقاء ومصدر تفريق بالنسبة للأمة. لأجل هذا لابد من الرجوع إلى أصل الدين ومعرفة الدين، وما المطلوب مننا نحن كبشر، مطلوب مننا في هذا الكون، وهو الذي الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الكون واستعمرنا فيه. فإذا نحن عندنا رسالة إنسانية، رسالة بشرية، رسالة لابد من أن نؤديها لهذا الكون، لكي أن نكون مصدر سعادة، مصدر أمن، مصدر استقرار، مصدر تعمير بالنسبة لهذا الكون كله. فهذا هو الشيء المطلوب، والتسامح الديني كون التسامح بين الآخرين، لأن كل إنسان يشعر بهذا التدين. إذن الدين ينبغي أن يكون هناك في قواسم مشتركة بين الناس كلهم، بين البشرية كلها، هناك قواسم مشتركة ينبغي أن ينبني عليها الدين، وهو الذي يدلنا على هذه القواسم، ومن أجل ذلك نكون مرتبطين فيما بعضنا مع بعض. صحيح، وده اللي بيأكد عليه كل الأديان السماوية، فكرة السلام تحديدا، وعلى الأرض السلام، صحيح. وبالناس المصرة. لو رحنا للدول الغربية هنلاقي إن في عقد اجتماعي، هذا العقد الاجتماعي بيضمن حقوق وواجبات كل من يعيش على الأرض أو الأراضي الغربية أو في البلاد الغربية تحديدا دون تمييز. إزاي سؤالي ليك بقى أستاذ عبد الصمد اليزيدي، إزاي نقدر إن احنا نؤصل في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية لهذه الفكرة وعدم التمييز القائم على أساس الدين، على أساس اللون، على أساس الجنس أيضا؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم كذلك على هذه الاستضافة الكريمة،
وأشكر وزارة الأوقاف على اختيارها لهذا الموضوع المركزي لهذا المؤتمر الدولي، لأن سؤال المواطنة هو السؤال المحوري بالخصوص لنا نحن من يعيش في البلدان الغربية التي فيها تعدد ثقافي تعدد ديني. فلذلك يعني أستاذ ذكر وثيقة المدينة التي أصل من خلالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك التعايش، لذلك الانتماء تحت سقف المواطنة الشاملة، هذا هو المفتاح لنا. ونتحدث إليكم كأمين عام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، ولكن بالدرجة الأولى كمواطن ألماني. نحن يعني حتى في أوروبا في عقد من الأزمنة التي مضت كنا نسمي أنفسنا جالية، وكنا نسمي أنفسنا، حتى المجتمع كان يسمي أباءنا العمال الضيوف، هكذا كانوا يسمون في ألمانيا. نحن لسنا عمالا ضيوفا ونحن لسنا جالية، نحن مواطنون. فإذا نحن فهمنا، احنا في مصر بنرفض هذا المصطلح، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض هذا المصطلح بالضبط. وبالعكس يعني وصف يعني جيراننا بالضيوف الأعزاء عندنا في مصر. هذا هو ومصر بالنسبة لنا نحن كذلك نموذج. وأنا زرت مصر أكثر من مرة وعندي نشاط كبير في مجال حوار الأديان، ودائما نقدم مصر عندما نتحدث مع غير المسلمين داخل مصر، يعني نتحدث مع المسيحيين نرى بأن وطنية عالية عندهم، يتحدثون بثقة ويتحدثون بانتماء. فالانتماء ويعني المواطنة هو انتماء بالدرجة الأولى وهو مسؤولية كذلك. يعني عندما أكون مواطن في بلد ما فهذا لا يعني أنني أخذ الأمور الإيجابية وأسوقها وأقول هذا وطني عندما تكون يعني في فترة الرخاء، إنما يجب أن أكون مواطنا في السراء والضراء. فإذا كانت الأمور يعني غير جيدة فيصبح دوري أن أقوم بكل ما يسمح به القانون وبما تسمح به هذه المواطنة من أجل أن أغير هذا الواقع السيء إلى أحسن. فلذلك نحن عندما رفضنا كما رفضتم هنا مصطلح الجالية، بدأ الاندماج الإيجابي وبدأنا نؤثر. نحن نعتز بمواطنتنا في ألمانيا، هناك أمور كثيرة. وبالمناسبة أنا سعيد أنني أنا ضيف عندكم اليوم، ووزيرة الخارجية هي في الطريق إليكم كذلك في زيارة رسمية. وزيرة الخارجية الألمانية ستقوم في الأيام المقبلة بزيارة رسمية إلى مصر. يعني هذه المواطنة التي ربطناها بالمسؤولية تفرض علينا أن نكون فعالين في جميع المجالات. شايف الدستور لوحده كفاية؟ يعني إحنا الدستور المصري بيأكد في مواده على فكرة عدم التمييز ما بين الجنسين والمساواة. شايف الدساتير بشكل عام بقى لو رحنا ليه منظور عام كدول عربية وإسلامية، ده لوحده كافي على فكرة عدم التمييز والمساواة؟ هذا الدساتير غالبا في الغرب تؤكد هي الأخرى على عدم التمييز وعلى مفهوم المواطنة، ولكن تطبيق هذه الدساتير وإحيائها في المجتمع نرى في أن هناك تفاوت بين دولة ودولة وبين وطن ووطن. ونحن نركز على أن يكون أبناؤنا أن يكونوا فعالين، أن يعتبروا الوطن الذي يعيشون فيه منتمون إليه، وأن يتحملوا مسؤوليتهم يعني بما فيها من واجبات ومن فيها من حقوق من أجل تحسين الوضع ومن أجل رخاء وازدهار هذه البلدان. ألمانيا نموذجا للأسف الشديد نرى ونسمع في الآونة الأخيرة على أن هناك العنصرية واليمين المتطرف أصبح يعني صحيح. يعني منتشر يعني الحقيقة يمكن يتصاعد. أوروبا كلها، لكن يعني مفهوم المواطنة عند الألمان وعند العرب يعني أو الكلمة مواطنة حتى بالألماني زي نعم. ما حضرتكم نعم. تفضلتوا قلتوها صحيح. نحن أسسنا مؤسسة في ألمانيا، عايزين نعرف الفرق الأول. أيوة يعني فضلت الشيخ يعني الأول مولانا اتكلم على الفرق والحديث الجانبي اللي دار ما بينكم، لكن ما قلتوش المصطلح الفرق ما بين هنا وهنا. أسسنا مؤسسة اسميناها مواطنة وتركناها هكذا مواطنة مكتوبة بالحروف العجمية، لأننا عندما ترجمنا كلمة مواطنة إلى كلمة بيرغرشافت فوجدنا على أن هذه الكلمة بيرغرشافت لا تحمل يعني في مغزاها هذه القوة وهذه الجمالية التي تحملها كلمة مواطنة. فأصبحت الآن كلمة مواطنة يعني تترجم إلى الألمانية. هناك بعض الكلمات العربية وحتى من التراث الإسلامي التي دخلت في قاموس اللغوي الألماني، مثل إن شاء الله أصبحت كلمة يعني يقولها جميع صحيح. مثل كلمة إفطار في رمضان، لأننا ندعو جميعنا ندعو جيراننا للإفطار، فأصبحت يقال يعني رئيسة الجمهورية تقول أنا اليوم مدعو لإفطار
في مسجد كذا وكذا، وكلمة مواطنة ستدخل القاموس لأن ترجمتها إلى اللغة العربية لا تكفي ولا تعطي المعنى الذي نريده. فضيلة الشيخ أبو عمر، يعني خليني حضرتك اتكلمت عن دور المرأة ومكانتها، وقلت لحضرتك هنرجع للدور ده ومكانة المرأة ونتكلم عنه بالتفصيل. يمكن في فكر مغلوط عن الدين الإسلامي أنه هو بيقلل من شأن المرأة، وفي الحقيقة الموضوع ده مختلف تماما، بالعكس ده يعني وصية أفضل خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، آخر وصية لي في حجة الوداع ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فيمكن كمان يعني جزء مهم أو محور مهم من المؤتمر هو مكانة المرأة، فحب حضرتك تكلمنا عن أكتر الدور ده، وإنه إزاي يعني نفهم الناس كده من الآخر، مكانة المرأة هي مكانة مهمة جدا في المجتمع ودورها في التنمية أيضا. حقيقي يعني بس ألقي الضوء على كلمة مهمة جدا قالها الأستاذ عبد الصمد في كلامه، ومن خلال متابعته وزيارته لمصر لما تكلم عن أن المصريين وحدد إخواننا المسيحيين وقال عندهم ولاء وانتماء، لأن إحنا مش بنفرق، لأن صحيح. إحنا هنا عايشين مش بقصة شعب واحد، إحنا 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 مصريين وبنتعامل على هذا الأساس. والحقيقة هو ده صمام أمان للدولة، يعني كانت الدولة أعداء الدولة كانوا يحبوا أن تؤتى الدولة من هذا الجانب، لكن أبناء مصر كلهم على اختلاف دياناتهم دايما. دي يعني عاوز أؤكد على كلام حضرتك، لأن ده دايما اللي بيحرص عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني حينما يذهب لتهنئة الأخوة الأقباط في صحيح. الكنيسة دايما بيقول مصطلح يا مصريين صحيح. ما بيميز صحيح. وهو لما تيجي الشهادة والكلام من الأستاذ عبد الصمد، وهو راجل يعتبر ألماني، وانا كمان بشيد بانه بيتكلم عن المانيته، لان هي دي ده الانتماء الحقيقي. المفروض ان انا في بلد ومقيم في بلد يكون عندي ولاء وانتماء للبلد دي. لما تيجي الشهاده منه بالطريقه دي برؤيته للمجتمع المصري، دي حاجه احنا نعتز بيها. اجي بقى لسؤال حضرتك عن المراه ومكانه المراه في الاسلام. الحقيقه لا ينكر مكانه المراه في الاسلام الا جاهل او جاهد، لان المراه لم ترى تكريما مثل ما رات في الاسلام. ده حقيقي. وزي ما حضرتك قلت، كانت وصيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، ووصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان بيوصي بالمرأة صلى الله عليه وسلم. ثم إن النصوص القرآنية التي ينطلق منها الرؤية الشرعية لمكانة المرأة في الإسلام لم تفرق بين المرأة وبين الرجل. قال ربنا سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. مفهوم المواطنة الواسع اللي احنا بنتكلم بيه، اللي المصطلحات في البلاد الأخرى ما قدرتش تستوعبه، بيدل على ان اختيار وزارة الأوقاف للمحور ده في الحديث عن عقد المواطنة كان اختيار موفق جدا، لأن احنا زي ما قلنا مش وأيضا اختيار دور ومكانة المرأة في الوقت الحالي تحديدا طبعا. أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه اختيار موفق جدا، لأن زي ما شفنا للأسف في بعض يعني الخارجين عن هذا التفسير اللي بينادوا بضرب المرأة وغيره من يعني مما شاهدناه في الماضي، وإن كان شيخ الأزهر نفسه يعني صحيح. بيرفض ذلك تماما، ومن زمان مش من دلوقتي، يعني الكلام صحيح. الكلام قيل من سنوات ان يعني المفهوم الصحيح كذا كذا، واحنا بننادي بان احنا يكون في تقييد لهذا الامر، يعني كل انسان يوضع في المكان اللي مسؤوليته اللي هو يليق به ان هو يقوم به صحيح. لكن الحقيقه مكانه المراه لا تستغني دوله تسعى الى اقامه حضاره عن المراه. المراه هي يعني صمام امان، هي التي تهب المجتمع النصف الآخر، وهي التي تربيه، وهي أول مدرسة تتفتى عليها أعين الأبناء. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وشوف إحنا يعني مكانة مثلا السيدة عائشة في الدين الإسلامي، وكيف كان يلجأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليها علميا إذا استشكل عليهم مسألة من المسائل، وما كانش يقول لك دي امرأة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في يعني في المجالس يقول بعلو الصوت انه احب الناس على قلبي عائشة. صحيح صحيح. وكان يقول عن خديجة رزقت حبها. وكمان اكرامه مثلا للسيدة فاطمة، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة تدخل عليه ومشيتها لا تخطئ مشيت ابيها، وكان يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويقبلها في جبينها، وربما يقعدها في المكان اللي كان بيقعد فيه صلى الله عليه وسلم تقديرا اكراما لها. وعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة كأم
هي طريق من طرق الجنة، وأن المرأة كزوجة وصية من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إكرام المرأة كبنت وكأخت وكزوجة وكأم طريق من طرق الجنة أي مكان بعد هذه المكانة. فضلا عن ذلك لما نراجع بقى سير العلماء نلاقي كثير من العلماء تلقوا العلم عن نساء، عن سيدات، وده مكانة عالية جدا، لأن العلم ده دين، وكان أهل العلم يقولون العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. ولولا أن يعني هؤلاء النساء كنا على درجة عالية من العلم ومن الثقة ما تلقى عنهم هؤلاء الأفذاذ هذا العلم، إضافة إلى أن كبار علماء هذه الأمة ربتهم أمهاتهم. صحيح. وده الإمام الشافعي والإمام مالك، ولو هتعد حضرتك هتعد الكثير والكثير. المرأة الآن يعني في المجتمع المصري تلقى دعما كبيرا يليق بما أوصت به السنة النبوية، يليق بما جاء في النصوص الشرعية، فمكانة المرأة لا أحد يعني يزايد عليها ولا ينكرها إلا جاهل أو إنسان غير مدرك لطبيعة هذا الدين الذي لا يفرق بين إنسان وإنسان، يعطي لكل إنسان قدره ومكانته على حسب إنسانيته. صحيح. قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، مجرد إنك إنسان أنت مكرم. اللي بيسعى بقى للتفريق بين إنسان وإنسان على شيء من أو على وجه من أوجه العنصرية هو ده اللي مش فاهم دينه، وهو ده اللي بيتخبط في فهمه للدين، ويلوي أعناق النصوص ويجتزئ النصوص علشان يوصل لفكرة هي عنده فكرة مغلوطة، مع إن إحنا فهمنا الصحيح للدين أو لأي مسألة من المسائل كما قعد أهل العلم إنك تجمع النص الجمعي للنصوص كلها، يعني ما تجيش في مسألة من المسائل وتاخد حديث وتتكلم بيه وتسيب حديث تاني في نفس الباب، لا. صحيح. ده أنت لابد يكون عندك نصوص متكاملة كأنها لوحة كاملة علشان تقدر تحكم على المسألة، تعرف إيه الوجهة النظر الشرعية لهذه المسألة كاملة. ودول الناس يعني في فترة من الفترات كانوا بيجتزئوا. وده هيرجعنا دكتور لي يعني مفهوم تاني وهو الأكبر والأعم، فكرة المواطنة، فكرة عدم المساواة، عدم التمييز، كل ده لو احنا رسخنا ليه المواطنة الحقيقية والانتماء لدى كل يعني أبناء الشعب أو الشعوب بقى والعالم بشكل عام، لأن احنا بنتكلم على مؤتمر عالمي، هيؤدي للنتيجة اللي حضرتك بتقول عليها، وهيعم السلام ما بين جميع الأفراد. وهنا أروح للشيخ محمد خاطر وأسأله إزاي ترسيخ مفهوم المواطنة لدى يعني المواطنين في العالم يحقق الأمن المجتمعي. حقيقة مسألة المواطنة هي أساس من الأسس التي تضمن للبشرية كلها، تضمن لها الأمن والسلام. إذا كان كل إنسان انتمى إلى وطنه وانتمى إلى مجتمعه لكان ما فيش تحسن أحقاد مثل هذا، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بينه، هو الذي يحب الوطن، حب الوطن يعني هو يعني أخبرنا بذلك عندما كان خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، التفت عندما وصل إلى الحزور ثم بعد ذلك اجتاجه إلى الكعبة، فقال اللهم قد أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك. صحيح. إذن هذا تعليم لنا يعني للوطن، والتعليم يعني الانتماء. وعندما كان راجعا من يعني من الطائف وجاءه ملك الجبال وقال له يعني إذا أمرتني أن أطبق فيهما الأخشبين، فقال إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى، معنى الحديث. فإذا هذا الدليل على أساس يعني الانتماء للوطن وجميع ما في الوطن. ومن أجل ذلك عندما وصل إلى المدينة يهودا عمل يعني عمل هذه الوثيقة التي جمعت بين كل الأطياف وجعلتهم كمواطنين. فإذا هذا هو الشيء، السبيل الذي يضمن للبشرية كله ويضمن للكون كله، يضمن له السلامة. من هذا المنطلق نحن يعني وجدنا مصر والمجتمع المصري ويعني ممثل في القادة المؤمنين الذين يعني عرفوا حقائق الأمور التي ينبغي أن يكون عليها الكون حتى يستطيع أن يأمن بالسلامة ويعني يسعد بالسلامة. فمن أجل ذلك مثل هذه المؤتمرات وأنا حضرت فيها كثيرا
ويعني استفدت إفادة كثيرة. واليوم المطبوعات، مطبوعات الوزارة هنا اليوم في عندنا هناك في جاد يعني عمت كثير، وخاصة الأخ الوزير أرسل لنا مجموعات كبيرة جدا في مثل هذا المفهوم. فإذا المواطنة إذا كون كل إنسان، إذا كان استطاع أي إنسان يعني كونه هو منتمي لهذا الوطن وينتمي لهذا المجتمع الذي هو يعيش معه، بقطع النظر عن الدين، بقطع النظر عن الجنس، بقطع النظر عن اللون، بقطع النظر عن المستوى الثقافي، بقطع، بل هو منتمي لهذا الوطن، ففي هذه الحالة سيكون هناك في انسجام كامل. وهذا هو الطريق الذي نأتي إلى مصر في كل وقت، ومن أجل أن نستشفه، من أجل أن نلم به. فإذا هذه حالة اليوم موجودة عندنا، والمشايخ تكلموا عن مسألة المرأة. حقيقة يعني نحن الآن نتحدث، ولكن يعني نتحدث بعاطفة أكثر، وتبين كون الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع كذا، هذا هو واقع. لكن الحل الأساسي ينبغي أن تعاد كتابة فقه المرأة، والنصوص التي دلت على ذلك ينبغي أن ينظر لها نظرة جديدة. لأن هذه القاعدة التي حطوها بأن المرأة عورة، هذه هي التي أتلفت كل شيء طبعاً، وأفسدت كل شيء. ينبغي هذا الشيء ينبغي أن يزال. الفكرة بدأ يتغير. لكن خليني أسأل بقى أستاذ عبد الصمد اليزيدي، إزاي نواجه هذه الأفكار الخاطئة والمعتقدات الخاطئة التي تواجه المجتمعات في وجهة نظرك؟ احنا بنتكلم عن كل حاجة بقى، في كل حاجة، سواء المرأة، سواء التطرف، الحاجات دي كلها. هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبر وثيقة المدينة رسخت لهذا المفهوم المواطنة الشاملة. ونحن نحتاج لعلماء، ونحتاج لفعاليات كما نراها الآن، التي تجعل صوت الشامل الحاضن للآخر يرتفع على الأصوات المفرقة التي جعلت تجارة لأنفسها لأن تفرق بين مكونات المجتمع المختلفة، بين الجنسين داخل الوطن الواحد. ونحن يعني في هذا الباب كانت لنا مبادرة في ألمانيا، شاركت فيها الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا مع المجلس الأعلى للمسلمين. وثيقة مكة المكرمة، عفوا، وثيقة المدينة المنورة ترجمت إلى بيان مراكش في عام 2015، وشارك في هذا المؤتمر في مراكش علماء من مصر وغيره من العالم الإسلامي. بنود الوثيقة تمت يعني اعتمادها في هذا البيان. الكنيسة الإنجيلية سمعت من هذه الوثيقة التي هي وثيقة مواطنة، وطلبت منا أن نقوم بترجمتها إلى لغة الألمانية، فقمنا بشراكة بين المسلمين وبين المسيحيين في ألمانيا بالترجمة، ونظمنا فعاليات مختلفة حولها، والغير المسلمين لأول مرة سمعوا وقرأوا ورأوا كيف أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أسس لاحترام الآخر دينيا، الآخر لغويا، الآخر ثقافيا، الآخر جنسيا. فلذلك يعني هذه الأصوات يجب أن نرفعها وأن نوزعها وأن ننشرها، حتى يكون هناك توازن، لأن هناك تيارات تشتغل في الاتجاه الآخر. صحيح. ويعني وتربح يعني، وهي تجارة لها، تربح من هذا التقسيم وهذه التوترات التي تخلقها بين في أوساط المجتمع يعني. وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك، لأن مش بس وثيقة المدينة هي اللي بتؤكد على ده، لأن لو رجعنا للذكر الحكيم هنلاقي ان في اكثر من يعني 25 نص او آية، عفوا، من آيات القرآن الكريم بتنشر رسالة سلام، وفي كل آية من هذه الآيات رسالة سلام يعني واضحة ومباشرة. ويمكن ده اللي أكد عليه القرآن، وأكد عليه يعني المولى سبحانه وتعالى، وأكد أيضا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، مش بالقول بس، لا، كان بالفعل كمان. القرآن الكريم هو المرجعية، كتاب الرحمة بامتياز، كتاب الحوار بامتياز،
نحن نتعلم من داخل، عندما نقرا القران نتعلم يعني ادبيات الحوار الراقي مع المختلف. صحيح. ونتعلم الرحمه كل الايات يعني، واحنا لو قعدنا نفند يعني هذه الايات هنلاقي نفسنا محتاجين يعني مش ايام، محتاجين شهور ويمكن سنين عشان نفند هذه الايات. بالضبط. ويمكن يكون عنوان حلقه مستقله من حلقات صباح الخير يا مصر. يعني حضراتكم شرفتونا ونورتونا في هذا اللقاء الممتع للغايه. بنشكر حضرتك دكتور ايمن ابو عمر وكيل وزاره الأوقاف لشؤون الدعوة، وأيضا الشكر موصول للشيخ محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة تشاد، وأخيرا الأستاذ عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا. شكرا لكم، نورتونا في صباح الخير. شكرا لحضراتكم على هذا اللقاء المثمر. شكرا لكم مشاهدينا. نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل، خليكم معنا.